الآن نتحدث عن الموقف الإسرائيلي، هل يزيد هذا الموقف المتعنت من الانتقادات الغربية لعدم تجاوب حكومة اليمين المتطرف مع أي جهود سياسية لحل الأزمة؟ لماذا تواصل أيضا بعض الدول الغربية ومن ضمنها الولايات المتحدة الصمت إزاء تلك المواقف الإسرائيلية؟ وأنا أعني هنا الصمت يعني خارج نطاق التصريحات، أي الخطوات الفعالة على الأرض. هناك الكثير من الإجراءات التي يجب أن تتبعها دول الغرب. في البداية، في الموقف المتعنت من جانب إسرائيل، هناك الكثير من المطالب الخاصة بوقف إطلاق النار على إسرائيل، والتي تفرض على إسرائيل وحماس أيضا أن يتم تسوية الأوضاع من خلال وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن دون أن يكون هناك تعنت، أيضا يكون ذلك بشكل شامل وتام. أيضا حماس تستمر في العمل في غزة، وهو أمر يخص أيضا في أحد اهتمامات وتركيز الولايات المتحدة، ولكن لابد من تغيير هذه الأمور. ثانيا، القضية الخاصة بالعمليات المحتملة في رفح، قد تم إعلان أنه لا يوجد أي مخطط زمني واضح لتنفيذ هذه العمليات البرية في رفح، فبالتالي الولايات المتحدة ذكرت وأكدت أنها ترفض هذه العمليات البرية. وأيضا هناك الكثير من الشروط الواجبة، يأتي ذلك من إدخال المساعدات الإنسانية وبناء الجسر البحري، وهذا الجسر البحري الذي يتيح إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية من جانب الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، وأيضا ضمان حماية المدنيين في كافة المواقع والمناطق والمعسكرات، ولكن لم يتم الانتهاء من كافة الإنشاءات الخاصة بضمان الحماية. فبالتالي الولايات المتحدة تحاول الحصول على كافة المعلومات أين ومتى وكيف يمكن الالتزام بهذه الشروط من جانب إسرائيل. فبالتالي هناك الكثير من التفاصيل والمحادثات التي تتناول متى يمكن تنفيذ هذه الخطط وتلبية هذه الشروط. إسرائيل تستخدم مطالبات ومقترح وقف إطلاق النار كأحد الأدوات فيما يتعلق بالغزو البري في رفح المحتمل. فبالتالي الكرة الآن في ملعب حماس، وهي من تقرر أي مسار تختاره، سواء قبول مقترح وقف إطلاق النار أو التصعيد. فبالتالي الكرة الآن في ملعب حماس، ولهذا السبب هناك الكثير من المطالبات. بالعودة للعنوان الرئيسي، هل تغير الموقف الأمريكي بشأن مسألة حل الدولتين؟ لقد كان هناك اتساق كامل من جانب الولايات المتحدة في كل جهودها الداعية إلى حل الدولتين، أيضا تدعو إلى التطبيق العملي، وأيضا حماس رفضت هذا الحل الخاص بالدولتين. وحتى أن تطرد حماس من غزة، يمكن أن يتم تناول هذه النقاشات والحوار بشكل بناء، ولكن حماس هي من تعرقل هذه الخطوات الإيجابية من أجل حل الدولتين. فبالتالي هناك مشكلات داخلية لابد من حلها في الداخل الفلسطيني، والمجتمع الدولي يرى أن حل الدولتين يمكن تطبيقه بكل عملية وبكل فاعلية، ولكن بعد طرد حماس من هذه المعادلة. يعني إسرائيل لا تعارض حل الدولتين؟ إسرائيل لا تعارض حل الدولتين، ولكن إسرائيل بشكل عملي تفكر كيف يمكن أن ما تفعله حماس إذا ما تولت السلطة، وهذه حقيقة الأمر. حماس يمكن أن تشكل خطرا كبيرا وداهما في حال توليها السلطة الفلسطينية وإدارة الحكم في غزة. فبالتالي هذا الأمر غير عملي حتى الآن، ولكن إسرائيل منفتحة من أجل قبول كافة المبادئ وكافة النقاشات البناءة في هذا الشأن، وهذا أمر واضح تماما وموقف راسخ من جانب الولايات المتحدة وجانب إسرائيل. فبالتالي لا يمكن رفض هذا الحل، ولكن هناك ظروف وشروط يجب تطبيقها، ونحن هنا نرى أن العالم العربي له دور كبير في التأثير على هذا الأمر.